نحييكم مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده البطريرك الجديد للروم الأرثوذكس يوحنا اليازجي العاشر في البرلمان. في المجمع المقدم وأنا ما في شك، أولا استغنم هذه الفرصة حتى أشكر الأخوة المطارنة الأدلاء أخوتي الأحباء على ثقتهم الكبيرة وعلى محبتهم. نحن في الكنيسة ما في شك أمامنا عمل كبير، إن كان على صعيد البيت الداخلي أن نسير هذه المسيرة الحقيقية في الكنيسة، المسيرة الروحية في البناء. وعندما نتكلم عن البناء، أول ما نعني بناء الإنسان، لأننا ونحن نؤمن بالتجسد، السيد الآتي من السماء أتى من أجل الإنسان. ومنشان هيك مسيرتنا في الكنيسة أن نبني الإنسان. إن شاء الله رب يقوينا أن نسير المسيرة الصادقة الروحية في بناء الإنسان وفي ترتيب البيت الداخلي. وهون في عمل كبير وكثير ومتعدد الأنواع والأشكال والأوجه، على صعيد الشباب، على صعيد الأطفال، على صعيد التعليم، على صعيد المدارس، على صعيد هذه الجامعة حيث نحن موجودون دير البلمان، والتي كان لصاحب الغطة سيدنا البطريرك المرحوم المثلث الرحمات أغناطيوس يد كبرى في إقامة هذا الصرح اللي نحن موجودين فيه. فأمامنا الكثير والكثير. ومن ناحية أخرى ما في شك، الكنيسة المسيحية بشكل عام والكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية بشكل خاص كانت عبر التاريخ هي نحن أبناء هذا البلد، ونحن يد وحدة وعائلة وحدة، كنا نعمل سوية وما زلنا، وهكذا سنبقى من أجل كما ذكرت خير الإنسان ومن أجل بناء هذا البلد وبشكل خاص المنطقة في المشرق حيث نحن موجودون وبشكل خاص في لبنان وفي سوريا. بالطبع بهمنا جدا العلاقة مع الكنائس المسيحية الأخرى الأرثوذكسية وغير الأرثوذكسية، سنعمل جاهدين على هالموضوع مع أخوتنا المسلمين في هذه البلاد. كما ذكرت نحن عائلة واحدة ومصيرنا واحد، وأطلب بهذه المناسبة اللي هي أول حديث كبطريرك جديد كخادم جديد للكرسي الأنطاكي، الناس بيقولوا لنا مبروك على أي شيء يا أحب، مبروك شكرا. نحن ثقتنا بشعبنا كتير كبيرة، شعبنا طيب، شعبنا بيستاهل كل الخير. نحن طريقنا وشعارنا كما ذكرت في كنيسة صباحا هو السيد الذي رفع على صليب. وقت بقول السيد الذي رفع على صليب يعني الذي قدم نفسه ضحية فداء عن الذين أحبهم، وهذا هو طريقنا وهذا ما نؤمن به. ونحن بالطبع كلنا هذه هي مسيرتنا، هي مسيرة الصليب، أن نقدم ذاتنا. إن شاء الله ما بنعرف لا التعب ولن نقدم حساب لا للتعب ولا للسهر، ولكن سنخدم الشعب الطيب. وقت بقول الشعب الطيب، الشعب الطيب إن كان في الكنيسة وإن كان في هالبلد الحبيب اللي نحن موجودين فيه. الرب يقوينا أنه نسير هذه المسيرة. وكما ذكرت بطلب هنا صلوات ومحبة الجميع، الشعب الطيب والرهبان والراهبات والآباء الأجلاء والإخوة المطارنة وكل إنسان طيب
والطيبون كثيرون كثيرون. نشكر الله، نطلب أنه نحن نكون إذا الله راد يد واحدة في هذه البلد تعمل دوما كما كانت الكنيسة دوما للخير ولبناء الإنسان وللصالح العام ولبناء المجتمع الطيب الذي يشهد للحق. وشكرا. اليوم في خطر على في خطر وفي خوف على المسيحيين بالمنطقة بشكل عام، واليوم تحديدا في سوريا، ماذا تقول للمسيحيين هناك وماذا تقول للنظام الذي يجب أن يكون حريص على الكل ومن ضمنهم المسيحيين؟ نحن يا أحبه باقون، والمسيحيون باقون، والأرض أرضهم، والبيت بيتهم كما هو بيت الجميع. وتعرضت بلادنا عبر التاريخ، إذا بنقرأ التاريخ عبر عصور كثيرة إلى أوقات كتير كانت صعبة، وكان الكثيرون بأوقات صعبة يقولون إجت الآخرة. ولكن نحن ما في شك موجودين وباقيين، وثقتنا كبيرة ما هيك ببعضنا البعض. قلت لك زميلتي منى سألتك هل من كلمة للرئيس السوري بشار الأسد، هل من كلمة اليوم، وخصوصا أن المسيحيين السوريين وكان اللبنانيين، صحيح حكينا باليهود حكينا بالدين حكينا بالمحبة، ولكن كله قاعد وناطر على صوته، شو بده يكون موقف الكنيسة الأرثوذكسية من الأزمة السورية في الوقت الحالي كمان؟ فهل من كلمة للرئيس السوري بشار الأسد؟ نحن نعيش معك دوما على الرجاء، والرجاء ما بيخيب في قلوبنا. ونحن بتعرفوا في الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية وبشكل خاص بلبنان وسوريا كنيسة واحدة، ونحن في لبنان وفي سوريا عائلة واحدة وكنيسة واحدة. وكلكم تعلمون أنه حتى الحدود الكنسية الإدارية التي تمتد تحت نطاق الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية أبعد كمان من سوريا ومن لبنان. وعبر التاريخ كله كنا دوما نحن عنصر الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، دوما لعبت الدور الموفق والمحب مع كل الأطراف وسائر أطياف البلد، وهكذا سنبقى إذا الله. نحن كما ذكرت ما في شك بهمنا جدا، نحن نؤمن أنه كنيسة المسيح واحدة وعائلة واحدة. عبر التاريخ تم ما تم، وصار في عنا الكنائس المتعددة الموجودة، ولكن بالحقيقة كلنا نسعى، والكنيسة الأنطاكية تسعى، كانت وما زالت تسعى ولها دور كتير فعال في السعي نحو المسيرة أن نكون دوما واحد مع بعضنا البعض. كمان شو دوركم رح يكون مع الشباب وبالعمل الراهب، خصوصا أن اليوم في موضوع الهجرة، كيف رح تتعاطوا مع الشباب رح يتمسكوا أكثر بأرضهم؟ مثل نحكي أحبي عن الكنيسة، عم نحكي عن شعبنا وعن شبابنا وعن أطفالنا وعن رجالنا وعن نسائنا. الكنيسة ما هي الحجارة، والكنيسة والمؤسسات مهمة جدا. نحن نفتخر مثلا بمدارسنا وبشكل خاص كما ذكرت في الصرح بشكل خاص الموجودين في جامعة البلمند التي نعتز ونفتخر بها، ولكن كل هذا موضوع السبت كما نقول من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. يعني المؤسسات والقانون والتشريع وكل ما هو موجود موجود من أجل الإنسان وليس العكس. ف المؤسسات وكل ما نقوم به مهم جدا، ولكن هذا كله ضمن منظار دعيني أقول أنه يجب أن يوضع من أجل خدمة الإنسان اللي كما ذكرنا ربنا أتى من أجل خلاصه ومن أجل أن يكون في الوضع الطبيعي الذي يريده الله له أن يكون وهو السلام.
هو المحبة، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. سيدنا الراحل غنرياك حزين كان بدي شكل هيئة لحتى طالب بحقوق المسيح الأرثوذكس اللي ضاعت ومركزها بالخصوص عن الإداري، وسلسلة مطالبات عدة يعني نحن صرنا بفكرنا لها، ففي لكم اهتمام بهذا الموضوع لحتى تتابع الهيئة عملها، لح يكون في متابعة بالمطالبة بحقوق الأرثوذكس؟ احنا سيدنا البطريرك إغناطيوس في الكرسي الأنطاكي حقيقة أنه وأنا على رأسهم من الأخوة المطارنة تتلمذنا على يديه، وهو كان أستاذنا ومعلمنا وبينا، وبالتالي نحن سوف نتابع وسيكون مصدر اهتمامنا كل شيء يهم الكنيسة ويهم الشعب الطيب، كله يدرس وكل ما يساعد الكنيسة هيك والشعب في لبنان في سوريا بشكل خاص وبشكل عام في المنطقة كلها كما ذكرت. نحن رسالتنا شهادة سلام، شهادة محبة، شهادة سلام ومحبة على صعيد الإنسان وذاته، الإنسان في علاقته مع ربه، الإنسان في علاقته مع الآخر، والإنسان في علاقته مع الكون كله. وعلينا أن نرمم، نسعى لترميم هالفجوة التي حصلت في داخل الإنسان، إن كان في علاقته مع ربه أو في ذاته في كيانه البشري أو في علاقته مع الإنسان الآخر كان من يكون هذا الإنسان، وفي علاقته مع الكون بأكمله. ومن أجل ذلك بالطبع ضمن رسالة الكنيسة وعمل الكنيسة هناك كما ذكرت اهتمامات داخلية روحية أو إدارية أو كنسية تخص البيت الداخلي وتنظيم وترتيب البيت الداخلي من الناحية الكنسية، من الناحية الروحية، من الناحية التربوية إلى ما هنالك، من الناحية الإدارية، من النواحي المؤسساتية، ومع الكنائس الأخرى، مع شعبنا الطيب كما ذكرت مسلمين ومسيحيين في هذا البلد، وشهادتنا أمام أيضا أمام الناس، أمام المجتمع الآخر في العالم في الكون كله. فالعمل الكنسي متعدد الجوانب متعدد الأطياف، والرب يقوينا جميعا، ولأجل بشدد أكثر فأكثر إذا مندرك أبعاد هالعمل وهذه الرسالة، أنه هي رسالة، هي ما وظيفة، هي رسالة، رسالة سماوية. وهالرسالة إذا ما ناخد أبعادها بشدد أنه نحن في الكنيسة كما ذكرت واحد، ونحن بدنا نستفيد ما في شك وننمي كل المواهب ونستفيد من كل المواهب ونخلي ما هيك تتفعل هالمواهب بكاملة في الكنيسة حتى تاخد الكنيسة الدور المشع والنير اللي لازم يكون لإلها إن كان على الصعيد الداخلي وإن كان على الصعيد الخارجي إن شاء الله بنعمة الرب. بس آخر ملاحظة، وتنتخب غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي طرح شعار الشركة والمحبة، هل تكنيوم بانتخابك هل من شعار سوف تحمله معك خلال مسيرتك الرعوية والبطريركية؟ نحن ذكرت أنا معك، نحن شعارنا ذكرت أنا أنه في خدمة الرسامة لرئيس كل كهنة يخضع يسجد أمام المائدة المقدسة ويوضع الإنجيل كلمة معك الكلمة الإلهية فوق رأسه مفتوحا. وذكرت أنه هذا مهم جدا أن نستكين للسيد أن تكون قراراتنا وتوجهاتنا ليس من نزواتنا وليس لأننا نحن هكذا نرى. نحن قراراتنا مفروض تكون آتية من هناك من السيد، أن نستلهم السيد
وأن تكون كل مسيرتنا بناء على هالكلمة الإلهية. ما في شك أن نكون واحد، هذا مهم جدا. الشراكة مهمة جدا في الكنيسة كما ذكرت، المواهب والشباب والصبايا والأطفال والجميع، الشراكة في الكنيسة هذا مهم جدا. إن شاء الله بنعمة الرب. مختصر هذا الأمر هو الحوار، ومختصر أزمات الشرق الأوسط يمكن اليوم متمحور بسوريا وبما يحصل بسوريا. هل يمكن أو هل هناك دور للحوار بظل كل العنف اللي عم تشهده منطقة الشرق الأوسط؟ إن شاء الله هذا ما نؤمن به وهذا ما يسعى له الجميع، معك حتى معك الكل في سوريا وفي خارج سوريا، هذا ما يسعى له الكل. وسنكون نحن بالطبع في هذه المسيرة من أجل خير هالبلد، من أجل خير سوريا. إذن مشاهدينا، استمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده البطريرك يوحنا اليازجي العاشر، الذي شكر المطارنة بداية على ثقتهم ومحبتهم، لافتا إلى وجود عمل كبير على صعيد البيت الداخلي وخصوصا من ناحية بناء الإنسان من كافة النواحي. الكنيسة المسيحية بشكل عام والأرثوذكسية بشكل خاص ستمد اليد للجميع كما كان البطريرك، والعمل على صعيد المشرق وتحديدا لبنان وسوريا حيث المصير واحد مع كافة الطوائف. خاتما في الختام، أن السيد الذي رفع على صليب هو شعارنا كما قال، الذي نؤمن به وافتدى الجميع، ونحن سنقدم ذواتنا خدمة للجميع. هذا كل شيء، إلى اللقاء.